السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا على 3 مواهب من المغرب والجزائر ضمن افضل، يعني نقولوا بلي ضمن افضل في العالم. حاجة مليحة او شوف زعما خطا نتكلموها زعما خطا نحضروها. قولوا بلي كرة القدم في شمال افريقيا الجزائر والمغرب، يعني هذه حقيقة معنا ما نكلموش ما نروحوش منها. كي تشوف لاعبين متألقين في اوروبا تشوف جزائريين مغاربة، هذه هي اخويا. تشوف هادو تشوف شحال لاعب واحد اخر ولا حبة في من الخطيب اللي كان في مصر الاهلي كلش، ولا ابو تريكا في مصر، جا موراه صلاح. بس صلاح في اوروبا، تاع الجزائريين المغاربه يعني عندهم يعني تاريخ. تجيبها من باركا، تجيبها من احنا، تجيبها من عندنا حنايا من راشيد مخلوفي، تجيبها من عند زيتوني وتجي جايبيها مغاربه بالي. مبارك هذاك اللي كان يلعب في اتلتيكو مدريد، لعب هنا في بلعباس، وشي جوار تاعهم يعني تاريخ. بالك في ذاك الوقت كانوا يمدوا بالون دور، كانوا احسن لاعب في العالم، كان غادي كان مع بولي وكان مع وروح بيها. عندهم لعابه هما ما عندهم اساطير في كرة القدم. احنا بانك تسيبني عنا يعني من جماعة زيتوني الله يرحمه، ورواح مصطفى دحل بربي شافيه وكلش، ورواح بيها ويختار موقع فوت ميراكتو الفرنسي التشكيلة المثالية لكأس العالم تحت 17 عام، والتي انتهت بتتويج ألمانيا باللقب على حساب الوصيف يعني فرنسا، بينما احتلت ألمانيا المركز الثالث وحلت الأرجنتين رابعا. وتوج المنتخب الألماني بلقب البطولة كأس العالم تحت 17 عام والتي أقيمت في أندونيسيا بعد فوزها أمس يوم السبت، لعبوا فينال السبت بركلة ترجيح 4-3 على فرنسا بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بتعادل إيجابي بين المنتخبين بهدفين لهدفين. يعني فكرتنا لك النهائي، فكرنا وين كانت البري يعني تاع 2022 وين الارجنتين كان رابح 2-0 وفرنسا عاودت ولات النتيجة 2-2. ثنائي مغرب وموهبة من أصول جزائرية ضمن أفضل في العالم. ونشر موقع فوت التشكيلة المثالية، ضمت 11 لاعب من الفرق التي تأهلت إلى النصف النهائي مع التشكيلة الاحتياطية للأفضل في المونديال ناشئين تحت 17 عام. وجاء فيها الثنائي المغربي عبد الحميد معالي مهاجم نادي الاتحاد طنجة المغربي، ومواطني محمد حموني مهاجم نادي لوهار الفرنسي، بالإضافة إلى الثنائي المغربي تضمن التشكيلة الاحتياطية للأفضل في العالم اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية إسماعيل بوناب، الذي وصل مع المنتخب الفرنسي إلى النهائي وخسره مع ألمانيا. ويلعب بوناب صاحب 17 عام مع فريقه فالنسيا الفرنسي، ويعد من بين المواهب التي يمكن للمنتخب الجزائري خطفها مستقبلا، مثل ما حدث مع بدر الدين بوعناني مهاجم نادي نيس الفرنسي. ويذكر أن المنتخب المغرب كذلك كان ممثل يعني العرب الوحيد في كأس العالم تحت 17 عام، وهذا شرف لكل المنتخبات العربية وكرة القدم العربية، والتي نظمتها أندونيسيا وبلغ الربع النهائي المسابقة، والتي شهدت مشاركة 24 منتخب وزعوا على 6 مجموعات. وقدم المنتخب المغرب عروض مميزة في كأس العالم تحت 17 عام بأندونيسيا، حيث تصدر مجموعته الأولى برصيد 6 نقاط بعد فوزه في أول لقاء بنتيجة
هدفين لصفر على بنما، والخسارة يعني بهدفين لصفر أمام الإكوادور، والفوز بثلاثة لهدف أمام إندونيسيا، بينما خسر يعني خسر مع الإكوادور معليه. وفي ثمن النهائي تجاوز المغرب عقبة إيران بركلة ترجيح في مباراة درامية، يعني وين كانوا منهزمين وين عاودوا ولاو في الدقيقة 94 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي قبل أن يوديوا البطولة من الدور الربع، إثر خسارتهم بصعوبة كبيرة أمام المالي بهدف سجله في الدقيقة 81 من اللقاء. وجاء وصول منتخب المغرب أقل من 17 سنة إلى الربع النهائي مونديال الناشئين ليضيف إلى إنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الأول بتأهله إلى النصف النهائي كأس العالم، حيث كان أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ كرة القدم العربية والإفريقية. تعاود تخدم نسات وراهم يعاودو يخدمو مقلعين، الناس يقلعو، الناس ما مش حابسين فماك، عبالك يكون في عينكم. نقولكم يا ودي بوعنا لي مسكين يخلص وزاد 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 الاخر. شو بيل بوعناني وكاش لي هضر عليه؟ أولي بوعناني مسكين يخلص وزاد وزاد تلقى إصابة فيك. دخل دخل في 60 مينيت 62 دخل في 62 يخلص مسكين. ويجعلها إن شاء الله سنة يخرج يروح. ان شاء الله ربي يخرج برك. ولا ما تجيبش تعرف ولي عندهم بروجي، نيس عندها بروجي. ما تجيب شيء. عاودي راجع لي شارك شو بيريان بن ناصر، عاودي نجي نقولكم عاودي تقول لي بن ناصر الله يجعل لي شارك خويا واش غادي نقول لك، ياه انا ماذا بيا خويا، انا باين كيما انت، ماذا بينا فين كيشارك واش غادي نقول خويا، ماذا بينا خويا، انا هضرو لي على انا نقولك شو تهضرو لي، هضرو لي داك اللاعب هشام فراح. هذاك اللي دخل هذاك اللي دخل يعني وين دخل في الدقيقة 87 هذاك مع ليل هذول إلى هذاك هذيا نطلع إلى هذو خويا هذي راني معاك. ما بناصر بناصر يلعب نورمال، بناصر يلعب نورمال، هذه هي، بناصر يلعب نورمال، كاين جزائري نوم لبوكي، تلقي توانسة جابو ذاك. لعب هذاك عبدي هذاك لعب يعني يلعب عنده بزاف لي بوست يلعب فيهم ينجحوا في التوانسة فين خاوتنا كي توانسة كي مغاربة كي
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.